السلام عليكم. إذن مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس المعادلات والموجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذن نبدأ بمجموعة من التقنيات المستعملة في هذا الدرس. إذن أول حاجة عندنا أعلب بي. أعلب بي يمكن لي نكتبها على شكل أ في واحد أعلب بي أو واحد أعلب بي في أ، لأن الضرب تبادلي. إذن 3 على 2 راه يمكن لي نكتبها على شكل 3 في 1 على 2 أو 1 على 2 في 3، يعني هذا راه نفس العدد. 2 إكس كتعني 2 مضروبة في إكس، ناقص إكس مثلا هي كذلك ناقص 1 في إكس. إكس على 2 إذن هي إكس مضروبة في ماذا؟ في واحد على جوج، أو لا واحد على جوج في إكس. خمسة على جوج إكس هي خمسة على جوج مضروبة في العدد إكس، لأن إكس راه عدد مجهول بطبيعة الحال. هنا ناقص إكس على ثلاثة، إذا ناقص إكس على ثلاثة راه بحال اللي عندي ناقص واحد على ثلاثة مضروبة في إكس. هنا 3 على 2 إكس، إذن 3 على 2 مضروبة في إكس، أو إكس مضروبة في 3 على 2، يعني الضرب تبادلي. القاعدة الثانية هي أعلب بي مضروبة في السالب دي، يعني جداء عددين جذريين. إذن شنو كنديرو هنا؟ هنا خصني نتابه ونفرق ما بين الجداء وما بين الجمع أو الفرق. إذن في الجداء كندير البسط في البسط على المقام في المقام. إذن 3 على 2 في 5 على 7 راهي 3 في 5 على 2 في 7. أ مضروبة في بي على سي، إذن هي أ في بي، هي أ بي على سي. علاش؟ لأن هنا عندنا أ على 1، يعني أ في بي على 1 في سي، 1 في سي راهي سي. إذن 3 في 2 على 5 راهي 3 في 2 على 5، أي 6 على 5. جوج على خمسة في سبعة، إذن هي جوج في سبعة على خمسة. إذن علاش درنا هاد المراجعة؟ لأن مهمة بزاف المعادلات وغادي نحتاجوها، وفي حالة إلا كنتي ما ضربتهاش فغتلقى مشكل في حل المعادلات. إذن دابا ندوزو لحل المعادلات. عندنا جوج إكس زائد تساوي أربعة، إذن الهدف هو نلقى إكس كتساوي لنا واحد العدد اللي كيحقق المعادلة. هنا عندنا جوج إكس، يعني جوج مضروبة في إكس تساوي أربعة. في التقنية ديال المعادلات فعادة كنحاول نعزل إكس، نعزل المجهول في الطرف الأول والأعداد المعلومة في الطرف الثاني. إذا حنا عندنا جوج مضروبة، إذا كيفاش غيمكن لي نتخلص من العدد اثنان؟ بطبيعة الحال كاين اللي غادي يقول بأننا غادي نضيفو المقابل ديال اثنان لطرفي المعادلة كما كنا كندرنا في الجزء الأول، ولكن هنا الإشكال أننا إلا ضفنا مثلا المقابل ناقص جوج فما غاديش يمكن لي، لأن ناقص جوج زائد جوج إكس ما غتعطيني والو، لأن جوج إكس هو عدد مجهول، يعني ماشي هو المقابل ناقص جوج، بالتالي فالفكرة ما صالحاش. إذا باش نتخلصوا من العدد اثنان غادي نقسمو على نفس العدد، أي على العدد اثنان. إذا يمكن لي نقسم طرفي المعادلة على اثنان، إذا في معادلة كنقسمو على نفس العدد فالحل لا يتغير. إذا الهدف بطبيعة الحال هو الاختزال بالعدد اثنان، ويبقى لي في التالي إكس تساوي أربعة على جوج. إذن الفكرة هنا شنو درت؟ قسمنا على العدد اثنان، إذن جوج مضروبة في إكس تساوي أربعة، يعني ممكن ندير مباشرة أربعة على اثنان، وربعة على اثنان راهي ربعة في واحد على اثنان، أي أننا
للتخلص من العدد 2 شنو درنا؟ حيدنا 2 وضربنا في المقلوب ديالو، المقلوب ديالو. إذا المقلوب ديال عدد بشكل عام أ هو 1 على أ، المقلوب ديال 2 هو 1 على 2، المقلوب ناقص 3 هو ناقص 1 على 3، المقلوب ديال 5 على 2 هو 2 على 5. إذا فرقوا كذلك ما بين المقلوب والمقابل. ندوز دابا للحالة الثانية، إذا عندنا 3 إكس تساوي 5، إذا إكس تساوي كنا شنو غادي نديرو؟ غادي نضربو في المقلوب ديال المعامل ديال إكس. إذا عندنا 3 إكس، إذا المقلوب ديال 3 هو 1 على 3، إذا 5 في 1 على 3، 5 في 1 على 3 راه هي 5 على 3. إذا 5 على 3 هو حل هذه المعادلة. الآن عندنا إكس على 2 تساوي 7، إذا عندنا العدد اللي خصني نتخلص منه كاين في المقام. إذا كيفاش غادي ندير نتخلص من هذا العدد هذا؟ إذا هنا باش نتخلصوا من العدد كيمكن لي نضرب طرفي المعادلة في نفس العدد. إذا كنضربوا هذا الطرف في واحد العدد اللي من بعد نختزل بعدد 2، إذا العدد غيكون هو 2. إذا اللي ضربنا في 2، إذا هنا كيكون عندنا اختزال، لأن كيبقى لنا إكس تساوي 7 مضروبة في 2. إذا في الأصل إلا انتبهنا مزيان شنو عندنا؟ عندنا هنا إكس على 2، يعني بحال اللي عندي 1 على 2 إكس تساوي 7، إذا 1 على 2 إكس راه هي إكس على 2. إذا حيدنا 1 على 2 ودرنا إكس تساوي 7 على 2، أي ماذا؟ أي 7، أي 7 في 1 على 2. إذا نفس الفكرة اللي شفنا في المثال السابق، أي ضربنا في المقابل ديال العدد اللي عندنا هنا، أو هنا عفوا هنا 7 مضروبة في 2، أي 7 مضروبة في 2 على 1، يعني المقابل ده هذا المعامل هذا، المقابل 1 على 2 هو 2 على 1. إذا هنا شنو كانت عندنا؟ كانت عندنا إكس على 2 تساوي 7، أي كانت عندنا 1 على 2 إكس تساوي 7. إذا حيدنا العدد 1 على 2 ودرنا إكس تساوي 7 مضروبة فاش؟ في المقابل لهذا العدد. شنو هو المقابل 1 على 2؟ هو 2 على 1، أي هو العدد 2، لأن أي عدد على 1 راه هو نفس العدد مكيصغيرش. إذا تساوي 14. في المثال الموالي عندنا ناقص إكس على 2 تساوي 3، إذا ناقص إكس على 2 يمكن لي نكتبها على شكل ناقص 1 على 2 إكس تساوي 3. إذا هذه المعادلة راه هي هذه المعادلة هذه، إذا ناقص إكس على 2 هي ناقص 1 على 2 إكس. إذا المعامل ديال إكس هو ناقص 1 على 2، إذا كنا غادي نديرو إكس تساوي، غادي نحيدو داك ناقص 1 على 2 وغادي نضرب في المقلوب ديالها. شنو هو المقلوب ناقص 1 على 2؟ هو ناقص 2 على 1، أي 3 مضروبة في ناقص 2 على 1 هي ناقص 2، إذا تساوي ناقص 6. الآن عندنا 3 على 2 إكس تساوي 7، إذا المعامل ديال إكس هو 3 على 2. إذا شنو قلنا التقنية هي؟ كنحيدو المعامل وكنضربو في المقلوب ديالو. شنو هو المقلوب ديال 3 على 2؟ هو 2 على 3. إذا دائما باش نلقى المقلوب كنقلب البسط تيولي مقام والمقام تيولي بسط. إذا إلا كانت عندنا أ على بي فالمقلوب غيكون هو بي على أ. إذا 3 على 2، إذا إكس تساوي 7 مضروبة فاش؟ في 2 على 3.
إذن هي 14 على 3. طب الحل كاين اللي غادي يدير، إذن 3 على 2 إكس تساوي 7. إذن مين جات هذه؟ إذن باش نتخلصوا من 3 على 2 شنو كنضربوا؟ كنضربوا في المقلوب ديالها طرفي المعادلة. إذن هنضربوا في 2 على 3، 3 على 2 إكس، 7 في 2 على 3. إذن هنا راه عندنا اختزال، كيمكن الاختزال بجوج، كيمكن الاختزال بثلاثة. إذا شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا فقط إكس. إذن هاد المرحلة حنا كنختصروها ومباشرة تنضربو، تنديرو إكس تساوي العدد نضرب في المقلوب ديال المعامل دي إكس. إذن في جوج على ثلاثة هي 14 على 3. في الحالة الموالية عندنا 3 على 4 إكس تساوي 1 على 2. إذا كنحاول ندير نفكك هذا العدد باش نرجعو على شكل أ مضروبة في إكس. إذا 3 على 4 إكس شنو هي؟ هي 3 على 4 مضروبة في إكس، إذا تساوي 1 على 2. إذا شنو قلنا؟ كنضربو، كنحيدو المعامل إكس ونضربو في المقلوب ديالو. إذا إكس تساوي 1 على 2، المقلوب ديال 3 على 4 هو 4 على 3. إذن 1 في 4 هي 4، و 2 في 3 هي 6. إذن يمكن لي نختزل بالعدد 2، علاش؟ لأن عندنا 4 هي 2 في 2 و 6 هي 3 في 2. إذن كنختزلو بال 2 كيبقى لنا 2 على 3. إذن 2 على 3 هو حل هذه المعادلة. إذا بشكل عام ناخذوا هاد ثلاثه الحالات اللي كيلخصوا لنا هذا الشيء اللي شفنا كامل. إذا نبداو بالحاله الاولى، عندنا 2 اكس يساوي 3. إذا المعامل اكس هو 2. إذا شنو قلنا؟ غادي نضربو في المقلوب ديال 2 اللي هو 1 على 2. إذا 3 في 1 على 2 اي 3 على 2 اكس على 2. إذا إكس على 2 هي 1 على 2 إكس، إذا تساوي 3. إذا شنو كنديرو؟ كنضربو في المقلوب دو 1 على 2 اللي هو 2 على 1 اللي هو 2. إذا 3 في 2 تساوي 6. وهنا عندنا 3 على 2 إكس، إذا إكس تساوي 7 نضرب في المقلوب ديال 3 على 2 اللي هو 2 على 3 أي 14 على 3. إذا دائما انتبهوا، راه كنضربو 7 في 2، هنا عندنا 7 على 1، راه ماشي 7 في 2 على 7 في 3، لا، البسط في البسط على المقام في المقام. إذا هذا هو الجزء الثاني، نمرو إن شاء الله في الفيديو اللاحق الجزء الثالث. السلام عليكم.